مشاهدينا الكرام، واهلا بحضراتكم معانا وحلقه جديده من هذا الصباح ولقاء يومي يتجدد مع حضراتكم على شاشه النيل، ومجموعه متنوعه من الفقرات والحوارات اللي نتمنى ان شاء الله ان هي تحود على اعجاب حضراتكم النهارده، واللي بطبيعه الاحوال بتهتم بتطورات الاوضاع على الساحه المصريه الداخليه، فضلا عن اخبار اخرى منوعه من مختلف انحاء العالم. ولكن في البدايه تسمحوا لنا ان احنا نتوقف مع عناوين الاخبار الابرز والاهم لهذا الصباح. اوباما يقدم حججا لتبرير ضربه عسكريه محدوده لسوريا، وروسيا تقول ان توجيه ضربه عسكريه الى سوريا سيزعزع استقرار الشرق الاوسط. بريطانيا تسعى لطرح مسودة قرار على مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا، والإبراهيمي يقول إن أي تدخل عسكري هناك يتطلب موافقة المجلس. ملف المصالحة والتعديلات على الدستور يتصدران مباحثات المسلمين مع قادة حزب النور. تفاصيل هذه العناوين من أنباء وأخبار مع الزميلة مي صالح، وهذا الموجز لأهم وآخر الأنباء. تفضلي مي، صباح الخير. شكرا لك أمل، أهلا بكم مشاهدينا، وهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أفاد نشطاء بالمعارضة السورية إن مركبات مدرعة وشاحنات تقل جنودا من القوات الحكومية شهدت أمس وهي تغادر منطقة مطار دمشق الدولية، فيما يبدو استعدادا لضربة عسكرية غربية وشيكة. في غضون ذلك قدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما حججا لتبرير ضربة عسكرية محدودة إلى سوريا لردع استخدام أسلحة كيماوية في المستقبل، لكنه قال إنه لم يتخذ قرارا حتى الآن للقيام بعمل عسكري. وقال أوباما إن ضربة مخططة بإحكام ومحدودة وليست عمليات عسكرية تستمر لفترة طويلة مثلما حدث في العراق قد تكون كافية لإرسال رسالة قوية بأنه لا يمكن السماح باستخدام الأسلحة الكيماوية. وأضاف قائلا في مقابلة مع شبكة التلفزيون الأمريكية العام أن التحرك بشكل واضح وحاسم لوقف استخدام أسلحة كيماوية في سوريا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على أمننا القومي على المدى الطويل. وأضاف أن مسؤولين أمريكيين توصلوا إلى أن الحكومة السورية هي المسؤولة عن الهجمات التي شنت من قبل أسبوع، ولا يعتقدون أن المعارضة السورية كان لها دور فيها. وأضاف أوباما أن المصالح القومية للولايات المتحدة قد تصبح في خطر إذا سقطت أسلحة كيميائية سورية في الأيدي الخطأ. ينعقد اليوم مجلس العموم البريطاني بناء على دعوة من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، وذلك لمناقشة الرد الواجب اتخاذه بعد اتهام النظام السوري باستخدام السلاح الكيميائي في 21 من الشهر الحالي في ضواحي دمشق. ومن المقرر أن يطلب رئيس الوزراء البريطاني من البرلمان الموافقة على توجيه ضربات عسكرية تهدف إلى تقليص قدرات استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل نظام الرئيس بشار الأسد. كان كاميرون قد أعلن في وقت سابق أن بلاده ستطرح على مجلس الأمن مسودة مشروع قرار يدين الهجوم الكيميائي الذي وقع قبل نحو أسبوع في سوريا. يجتمع حلف شمال الأطلنطي الناتو في بروكسل اليوم لمناقشة الأوضاع في سوريا وما يتردد حول توجيه ضربة عسكرية لقوات النظام السوري. كان أمين عام حلف شمال الأطلسي الناتو أندروس فوغ راسموسن قد ندد باستخدام أسلحة كيميائية في سوريا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن لديه معلومات تؤكد أن نظام الرئيس بشار الأسد مسؤول عن استخدام هذه الأسلحة. وطلب راسموسن بمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في هذه الهجمات باعتبار أن ذلك يمثل خرقا واضحا للقواعد والممارسات الدولية القائمة. التقى أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية قيادات حزب النور موفدا من الرئيس، وذلك في إطار المشاورات السياسية التي تجريها رئاسة الجمهورية بشأن الوضع الحالي وخارطة المستقبل. وعقب المباحثات عقد المسلماني مؤتمرا صحفيا مع رئيس حزب النور يونس مخيون، كشف فيه الأخير أن الأولوية في المرحلة الحالية هي لتهيئة الأجواء للمصالحة الوطنية. وتحدث مخيون عن رؤية حزب النور للخروج من الأزمة الحالية والتي تلقى
تلخصت في مجموعة من النقاط أهمها الحفاظ على الجيش المصري الذي وصفه بأنه خط أحمر وقائلا إن من يراهن على هدمه فهو خائن. كما دعا مخيون إلى التمسك بوحدة الجيش ضد مؤامرات إسقاط الدولة، مؤكدا أيضا أن حزبه ضد إقصاء أي فصيل سياسي إلا من ثبت تورطه في العنف، وداعيا في الوقت نفسه إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة. قرر الاتحاد العام للجمعيات الأهلية حل جمعية الإخوان المسلمين بموافقة أغلبية أعضائه، وذلك بموجب مذكرة رفعت إلى الاتحاد من وزارة الشؤون الاجتماعية. موقف الاتحاد العام للجمعيات الأهلية استند إلى مخالفات قانونية عديدة تنسب إلى جمعيات الإخوان المسلمين. بهذا القرار تم حد أكد مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة أنه سيتم نقل المشتبه به محمد أنور مسعود المتهم بإطلاق النار على كمين للقوات المسلحة بشارع جامعة الدول العربية أمس، والمحتجز حاليا لدى رجال الأمن إلى نيابة العجوزة خلال ساعات للتحقيق معه. وقد ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على 3 أشخاص يشتبه في تورطهم بواقعة إطلاق النار من أعلى إحدى البنايات بشارع البطل أحمد عبد العزيز في منطقة المهندسين على أحد الأكمنة المشتركة للجيش والشرطة. نهاية هذه الوقفة الموجزة، وعودة إلى أمل نعمان واستكمال هذا الصباح. شكرا لك يا مي على هذه الوقفة الإخبارية الموجزة، وهنبتدي مع حضراتكم دلوقتي وبشكل سريع نستعرض أهم وأبرز الأخبار سواء على المستوى المحلي أو من خلال الأخبار المنوعة من مختلف أنحاء العالم. أول خبر معنا بيتكلم عن ما قاله وزير المالية الدكتور أحمد جلال إن مشروع البطاقات الإلكترونية لتوزيع المواد البترولية هيوفر ما بين 30 ل 35 مليار جنيه سنويا من فاتورة دعم الطاقة. بيحارب هذا المشروع حسبما صرح وزير المالية تسرب الدعم أو تهريب المنتجات البترولية، حيث يضمن وصول كل الكميات المطروحة من مستودعات البترول إلى محطات الوقود ثم إلى المستهلكين. أضاف جلال أيضا أن المشروع لا يتضمن حدا أقصى أو حصصا أو كميات للاستهلاك أو تحريك لأسعار المنتجات البترولية في الوقت الحالي. فيما يتعلق بتطبيق العدالة الاجتماعية، قال وزير المالية إن الحكومة تدرس وضع حد أقصى موحد للأجور يطبق على جميع قطاعات الحكومة، حيث أن القانون الحالي للحد الأقصى يحدده بمعدل 35 مرة أدنى دخل في كل جهة على حدة، وهذا يوجد حالة من التفاوت بين الحد الأقصى المطبق في الجهات العامة المختلفة في الدولة. أما في محافظة الغربية فطبعا زي ما كلنا تابعنا اصطدام قطار بضائع أتوبيس سياحي بمحافظة الغربية أثر عن إصابة 12 شخص دون وقوع وفيات. ذكرت مصادر بهيئة السكك الحديدية إن الحادث وقع عند مزلقان قرب طنطا بمحافظة الغربية نتيجة لكسر حافلة ركاب للحاجز الحديدي الخاص بهذا المزلقان. وأشارت المصادر إلى أن الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف انتقلت إلى مكان الحادث، حيث تم نقل المصابين للمستشفى واخترت النيابة لإجراء التحقيقات بشكل سريع وعادل فيما يخص هذه الواقعة. أما بالنسبة لتطورات الأوضاع والمبادرات والمباحثات ما بين المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد المسلماني مع القيادات البارزة لحزب النور، وفي إطار طبعا المشاورات السياسية التي تجريها رئاسة الجمهورية بشأن الوضع الحالي في البلاد وخارطة المستقبل، عقب المباحثات
عقد المسلمان مؤتمر صحفي مع رئيس حزب النور يونس مخيون. كشف فيه مخيون أن الأولوية في المرحلة الحالية هي لتهيئة الأجواء للمصالحة الوطنية. كما تحدث أيضا مخيون عن رؤية حزب النور للخروج من الأزمة الحالية والتي تلخصت في مجموعة من النقاط أهمها الحفاظ على الجيش المصري الذي وصفه بأنه خط أحمر وقائلا إن من يراهن على هدمه فهو خائن. كما دعا أيضا مخيون إلى التمسك بوحدة الجيش ضد مؤامرات إسقاط الدولة مؤكدا أيضا أن حزبه ضد إقصاء لأي فصيل سياسي إلا من ثبت تورطه في أعمال العنف، ودعا في الوقت نفسه إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الأحداث الأخيرة. استنكر علماء وأساتذة نادي أعضاء هيئة تدريس جامعة الأزهر من الأسكندرية حتى أسوان حوالي 70 كلية جامعية، استنكروا وأدانوا بشدة تصريحات أردوغان رئيس الوزراء التركي بشأن تطاوله وتجاوزه وتعديه بالكلمات على شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وأكدوا أن هذا يعني تعدي على قيمة وقامة دينية إسلامية كبرى متمثلة في فضيلة الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والذي هو في الحقيقة إمام المسلمين في جميع أنحاء الأرض. أوضح بيان للعلماء أن أي تطاول على فضيلة الإمام الأكبر إنما يمثل تطاولا ليس فقط في حق مصر إنما أيضا في حق المسلمين في جميع أنحاء العالم، وأشار إلى أن العالم أجمع يرفض هذا التطاول وهذا التجاوز من قبل أردوغان بحق شيخ الأزهر. الطائفة الإنجيلية بمصر أكدت دعمها ومساندتها لخارطة المستقبل والتي أقرها الشعب المصري، وأكدت دعمها الكامل لكافة الخطوات السلمية التي تم اتخاذها نحو التحول الديمقراطي في مصر. جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها المجلس العام للطائفة الإنجيلية بمصر، ناقش خلالها الأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد، وأكد بيان حمل توقيع القس صفوة البياضي وهو رئيس الطائفة الإنجيلية أكد فيه إن تلاحم بين المسلمين والمسيحيين حقيقة راسخة في مصر، كما أدان أيضا التطاول والتجاوز على الأزهر الشريف وعلى شيخه الجليل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ودعا البيان إلى أهمية الانتقال المباشر لمرحلة بناء مصر من أجل الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي وعودة الأمن في ربوع جمهورية مصر العربية من جديد، على اعتبار أن هذه الأمور من أهم التحديات ربما والصعوبات والعراقيل التي تواجه الحكومة في هذه المرحلة الانتقالية الحرجة التي تمر بها البلاد. بالنسبة لحركة شباب 6 إبريل، الجبهة الديمقراطية نفت تماما وبشكل قاطع أي مشاركة لها في فعاليات الغد أو أي تظاهرات، معلنة عن رفضها لمحاولات الزج باسمها في أي تظاهرات أو تجمعات لتنظيم الإخوان المسلمين وأنصارهم. أكد المتحدث الإعلامي للحركة في بيان له إن الحركة ليس لها أي علاقة بفعاليات الجمعة أو أي تظاهرات خلال الأيام القادمة، مشددا على رفض الحركة لمثل هذه التظاهرات والتي لا طائل منها لأنه لا مجال لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي أو الإخوان للحكم مرة أخرى، على حد ما جاء في وصف هذا البيان الصادر من حركة شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية، واللي أكدت بشكل قاطع وحاسم وواضح بأنه لا مجال للتظاهر في فعاليات
الجمعة أو في أي تظاهرات أو فعاليات في الأيام القادمة، مؤكدة أنه لا مجال لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي، إذن لا توجد أي أهمية أو فائدة من هذه التظاهرات سوى إثارة الفتنة وأعمال العنف والبلبلة في مصر. طيب، وزارة الأوقاف أعلنت بأنه يمنع منعا باتا جمع أي مبالغ مالية بالمساجد التابعة للوزارة في مختلف محافظات جمهورية مصر العربية تحت أي مسمى. أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنه من يخالف ذلك سيتحمل المسؤولية القانونية ويتم تحويله إلى جهات التحقيق المختصة. ومن جهة أخرى أعلنت الوزارة أسماء دعاة الأزهر والأوقاف المتوجهين إلى المنوفية، وستكون خطبة الجمعة حول التضحية في سبيل الوطن، كما تلتقي أيضا هذه القافلة مع أسر شهداء الأمن المركزي في سيناء من أبناء المنوفية وتقديم العزاء لأسرهم. خلال اجتماع بالأمس ما بين وزارة السياحة ووزارة الطيران المدني تم الاتفاق فيما بينهم بعد انتهاء هذا الاجتماع على أهمية تخفيض أسعار تذاكر الطيران الداخلي للمواطنين المصريين من شهر سبتمبر القادم، وذلك لتنشيط الحركة السياحية. حقيقة في مبادرات وأفكار واقتراحات عدة بتقدم فيما يخص هذا الشأن تنشيط الحركة السياحية. من ناحية أخرى أكد ماجد القاضي المستشار السياحي لغرف شركات السياحة بالبحر الأحمر وجنوب الصعيد أن رحلات السائحين الألمان ستعود مرة أخرى إلى الغردقة في منتصف سبتمبر القادم عقب إعلان عدد من الشركات الألمانية بتسويق رحلات للغردقة في 16 سبتمبر، وهو ما يؤكد رفع الحظر للدول لرعاياها بمنطقة البحر الأحمر وأن الحظر الحالي مؤقت ولن يستمر. إذا لا توجد أي مخاوف من عدم مجيء يعني أفواج سياحية من مختلف أنحاء العالم. وقالت أيضا إن رحلات الطيران ستستأنف رحلاتها بشكل تدريجي لتستعيد السياحة عافيتها مرة أخرى. وأشار أيضا إلى أن الفترة الحالية سيكون التركيز خلالها على السياحة الداخلية لمنع إغلاق الفنادق واستمرار العمالة بهذا القطاع. طيب، احنا دلوقتي هنتوقف بشكل سريع مع مجموعة من الاخبار المنوعة، وهنبتدي بتحذير قدمته هيئة الغذاء والدواء الامريكية من العاب الاطفال تحديدا، واللي بتحتوي على اشعة الليزر ولو بنسبة ضئيلة، يعني حتى لو كانت فيها نسبة بسيطة او ضئيلة ولكن هي بتوجه هذا التحذير طبعا بطبيعة الحال للاباء و الأمهات بعدم شراء هذه الألعاب لأبنائهم، مؤكدة أن هذه الألعاب بتسبب حقيقة إصابات خطيرة يمكن لا قدر الله أنها تصل إلى حد الإصابة بالعمى. أشارت هذه الهيئة وهي هيئة الغذاء والدواء الأمريكية إلى وجود العديد من الألعاب الشهيرة والتي بتحتوي على أشعة ليزر قوية يمكن أن تسبب أضرار دائمة للعين. وأوضحت الهيئة أن إصابات الليزر لا تؤذي عادة، ولكن البصر قد يتدهور ببطء على مدار الأيام والوقت. وأشارت إلى أن هذه الإصابات يمكن ألا يلاحظها أحد لأيام حتى الأسابيع، ولكن ربما بتستمر بعد كده مع الأطفال لفترة طويلة. فهذا التحذير يعني علينا أن نهتم به بشكل كبير. طيب، من ضمن أخبارنا المنوعة أيضا تطوير علماء من البرازيل للقاح
يمكن أن يقي من الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسب الإنسان. بيعتزمون بدء إجراء مجموعة من التجارب، ربما الدراسات الأبحاث على القرود في وقت لاحق من العام الجاري. وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن علماء من كلية الطب بجامعة ساو باولو طوروا اللقاح والذي يعرف باسم HIVBR18، ويمكن أن يحمي الإنسان من الإصابة بعدوى الفيروس المسبب للإيدز. وقال العلماء إن اللقاح في مرحلة كبيرة من التطوير الحالي لن يعمل على إزالة الفيروس من الجسم بالكامل، ولكن سيكون بمقدوره الإبقاء على عبء فيروسي منخفض بشكل كافي، بحيث لا يحدث في المستقبل أي تطور لنقص المناعة عند الإنسان، ولا ينقل أيضا الفيروس إلى أي شخص آخر. في كمان أفكار ومقترحات كثيرة فيما يخص الناس اللي ما بتقدرش إن هي تنام في ظل طبعا الأجواء الحارة في الصيف، بخلاف لو حد ما عندوش تكييف. في بعض المبتكرات الأخرى اللي دايما بتطرح حقيقة من الغرب بشكل خاص، للي ما عندوش تكييف ممكن هو يستبدل وسيلة أخرى، وهي الوسادة المثلجة. يعني المفروض هذه الوسادة يبقى فيها قطع من التلج والإنسان بينام عليها عشان يقدر ان هو يتخلص من درجات الحرارة. بس ده طبعا بيرجع ان لازم الوسادة نفسها القماش اللي فيها قادر على يعني استيعاب هذه الثلوج. أظهرت الأبحاث ان ارتفاع درجات الحرارة خاصة في فترة المساء يمكن أن يؤثر سلبا على عملية التبريد الطبيعية للجسم، وهو ما يؤرق ويحول دون استمتاع الإنسان بليلة نوم هادئة. ولكن تم الإشارة إلى استخدام الوسادة المثلجة، أن الأقمشة المصنوعة منها أغطية الفراش من أهم العوامل المساعدة على النوم، وفي قماش من نوع خاص بتعد من الأقمشة القطنية والطبيعية من أهم وأفضل الأقمشة اللي ممكن يتم استخدامها فيما يخص هذه الوسادة المثلجة. طبعا احنا يعني في مصر ما عندناش هذا الطرحة أو هذه الفكرة، على اعتبار ان الناس بتستخدم المراوح أو اللي عنده تكييفات، ولكن ربما هذه يعني الوسيلة تم استخدامها في الدول الغربية ولقت استحسان كبير في الغرب. طيب مرض السرطان طبعا من الأمراض الخطيرة واللي بتسبب حقيقة قلق وحالة من الخوف والتوتر النفسي في بعض الأحيان بالنسبة للأشخاص اللي عفوا بيعانوا من هذا المرض، وبالتالي نحن بحاجة إلى تكاتف مؤسسات الدولة كلها والمجتمع أيضا على حد سواء في كل دول العالم. في لبنان على وجه التحديد خصصت جمعية خيرية جهودها لمرضى الأطفال المصابين بهذا المرض على أمل التخفيف من ألمهم ومعاناتهم. هنشوف مع حضراتكم دلوقتي هذا التقرير التالي. وعن المدرسة حجة يسعى إليها الكثير من طلبة المدارس، إلا أنها داء يعاني منه الأطفال المرضى ممن أجبرتهم الأمراض الخطيرة على تلقي العلاج لأسابيع وشهور طويلة. فالطفل المريض بالمستشفى يخضع لمراقبة متصلة من الأطباء والممرضات لمتابعة حالته، وشيئا فشيئا يتحول المرض العضوي الذي يهدد حياته إلى معاناة نفسية ربما تفوق شعوره بالألم. جمعية ماي سكول بلس الخيرية اللبنانية تسعى إلى تخفيف معاناة الأطفال المرضى بتقديم خدمات التعليم لهم بالمستشفيات ليشعروا أنهم يعيشون حياة طبيعية. سكول بلس هي جمعية خيرية تأسست سنة 2010، بحزيران 2010 أخذنا العلم الثمر. هدفها إدخال التعليم لكل مستشفيات بلبنان.
تأسست للذكرى السنوية الأولى لغياب بول يارد من بعد إصابته بمرض السرطان العظام، وكان توفى عن عمر 12 سنة. الجمعية تأسست بعد أن فقدت ميري نصيف رئيسة الجمعية ابنها بول بعد صراع مع مرض السرطان، وكان الطفل يعالج في لندن وظل يتابع تعليمه المدرسي في سنوات مرضه. لكن وبعد وفاته شعرت الأم برغبة ملحة في أن ترى بريق الأمل في أعين أطفال آخرين مرضى، فقررت التدريس للصغار المصابين بالسرطان وأمراض خطيرة أخرى في لبنان. بلشنا بال 2010 فتحنا أول مستشفى، وهلأ صرنا متواجدين بأربع مستشفيات بلبنان. إن شاء الله كل سنة بيكون على عم نأمن لحديت هلأ 5000 ساعة تعليم ل 160 طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و 18 سنة. الأساتذة كلهم متخصصين. علاوة على الأمل الذي تحييه مواصلة التعليم في نفوس الأطفال المرضى، تبعث مبادرة الجمعية شعورا بالرضا في نفوس المعلمين المتطوعين للتدريس للمرضى الصغار. أنا بيجي بشتغل مع الأولاد بعلمهم الأشياء اللي راحوا عليهم بالمدرسة، لأنه مثل ما بتعرفوا إنه بيكونوا under treatment عم بيجوا على المستشفى منشان يخدموا علاجهم، وأنا بحس كتير بنبسط وقت إيجي لأنه بكون عم ساعدهم وبكون it's inspiring. بحس حالي عم بعمل شيء مهم وعم بعمل شيء من قلبي كتير بحبه، وهم كتير بتجاوبوا معي دايماً ودايماً بقرأ لهم قصص وبيعملوا أشياء عندهم بالمدرسة اللي راحوا عليهم، الأشياء الدروس اللي راحت عليهم مثلاً إذا بالماث مؤخرين أو بالإنجليش. هذا وتشير الإحصائيات إلى أن حوالي 250 طفلاً تشخص إصابتهم بالسرطان في لبنان سنوياً، يشفى 75% منهم ويعودون إلى مدارسهم. لذا تسعى جمعية ماي سكول بولس إلى تعويض الأطفال عن الدروس التي تفوتهم خلال فترة العلاج. الجمعية تحصل على تمويلها من تبرعات أهل الخير ومن خلال أنشطة خيرية مثل سباق عائلي للعدو لمسافة 5 كيلومترات يشارك فيه زهاء 1000 شخص. تقوم حكومة جمهورية الشيشان الروسية بتمويل مسجد كبير الحجم في إحدى القرى الفلسطينية التابعة لعرب إسرائيل لسكانها ذوي الأصول الشيشانية، وبيعكس ربما هذا المشروع طبيعة وأهمية العلاقة القائمة منذ قرون بين الشيشان وقرية أبو غوش العربية الإسرائيلية، كما أن أيضا من شأنه أن يتم وضع هذا المسجد كبير الحجم على الخريطة السياحية. تقرير أبو غوش، قرية عربية إسرائيلية صغيرة توشك أن تصبح مشهورة، حيث ستضم أحد أروع المساجد في إسرائيل، والذي أنفقت الحكومة الشيشانية 3 ملايين دولار لإنشائه. المسجد الجديد الذي يقترب العمل فيه من الانتهاء يسعى لاستعادة الروابط القديمة بين السكان المحليين وجمهورية الشيشان الروسية الانفصالية التي تبعد آلاف الكيلومترات، حيث تعود أصول الكثير من المسلمين في أبي غوش الواقع قرب القدس إلى الشيشان عندما شارك جنود الشيشان في الفتح العثماني لفلسطين في القرن 17 الميلادي. وتقول الحكاية المتوارثة إن العديد من الجنود أقاموا هناك، وعلى مر الزمن شكل المجتمع الذي أصبح قرية أبي غوش. وقد أشاد شيخ القرية جابر عبد الله بالحكومة الشيشانية لتمويلها بناء المسجد. احنا اصلنا يعني من الشيشان يعني قبل 450 سنة، وبلدنا تعرف فكيرة شوية، شو فكيرة، فيش لنا اراضي وفيش لنا يعني كلهم عمال، شايف هانا اجوا وساعدونا المساعدة هذه ومشكرهم كل الشكر. ويأتي هذا المسجد في المرتبة الثانية من حيث الحجم بعد مجمع مسجد قبة الصخرة والمسجد الاقصى، وللمسجد 4 مآذن، وهو الطراز التقليدي للمآذن الشيشانية، وتبلغ مساحته حوالي 4000 متر مربع. ومن المعتقد أن يضع المسجد الجديد القرية بشكل مباشر على الخريطة الدولية ويجذب الآلاف من الزوار، كما سيعزز من سمعة قرية أبي غوش باعتبارها مكانا للتعايش والتسامح.
ودلوقتي هنتوقف مع حضراتكم مع اهم وابرز اخبار الكره والملاعب، اخبار الرياضه مع زميلي حسام الدين عطل.